السلام عليكم. يا سلمى، انت محرجة، انت عم تحكي انجليزي. انا قررت هذا الفيديو تحكي عربي. أهلا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ نحن أو أنا اليوم راح أحكي عربي لأول مرة بحياتي على قناتي على اليوتيوب، طبعا تبع ام ان دايريز. فاليوم راح نلعب لعبة تسمى فانسي بانتس. بانتس يعني بناطيل، فانسي يعني فاخرة، يعني بناطيل فاخرة. هي لعبة يعني هدف انك توصل او تختم شي محل او ما بعرف. فاليوم نحن رح نجرب هاللعبة، واللي رح نحكي لأول مرة بحياتي بالعربي، بس للناس اللي بيفهموا انجليزي انه انا رح قلن انه انا رح احاول ترجم كل شي انا قلته بالعربي بالانجليزي. فخلينا نبلش، بس قبل ما نبلش لا تنسوا تضغطوا زر اللايك، زر الاعجاب، وتشترك بالقناة، وتفعل جر جر ز هذا فلاكي، وتضغط زر الجرس. فخلينا نبلش. تعالي بدكم مقدمة شي او لا؟ خلص بلاها، خلينا نبلش. وطبعا هي وهي بقى محكي عربي بمناسبة وصولنا لل200 فيديو على قناتنا اليوتيوب. واو! طبعا يا جماعة اسم اللعبة او الشركة المنتجة ما بعرف، يمكن هي اسمها بورن جيمز. هيليكا لودينج ذا فانسي بانتس ادفنتشرز دي ام. هلا خلينا نحكي لكم كل شيء عنا. ساين اوت بتعرفوا شو معناتها، يعني بيطلع برا حسابه. اتشيفمنتس يعني انجازات. خلينا نروح على السيتنجز او الهيلب، هاو تو بلاي يعني كيف تلعب هاي اللعبة. عندك وول جامب وسلايد وباور اتاك واير اتاك، يعني باينة هي قدامكم، وباور ثم. وخلينا نروح على السيتنجز لانه الغنية كتير مزعجة. ايه وخلينا نرجع. وعندك ال get premium ما بعرف شو هذا، والباقي منو مهمين، بس مهم انه settings واللعبة عم يعطوك نصايح. هلا فتنا بهاللعبة، يلا start. طيب شو لازم نسوي هلا؟ الو الو، شو بدي؟ ايش عم تطلع يا زلمة؟ رعبته يحرق حريشك. fancy pants man fucking he needs you angry bath dom ما بعرف شو يعني هي صراحة، بس ما لحقت. طبعا انا بساوي رياكشن للفيديو تبعي، ما بساوي رياكشن لاي فيديو تاني. مثلا انا مثلا لما بدي العب انا هيك بيصير الوجه الما اللي شو بيسموه الايد او الاصبع بتغطي شو عم احكي انا او بتغطي وشي. فانا قررت اني هيك عم سجل فيديو، بعدين حط، بعدين ما احط ايدي، ويلا بساوي رياكشن للفيديو تبعي كاني عم ساوي رياكشن لفيديو عادي. طلعنا اول شيء انهم بيقولوا لك كيف تلعب وما بعرف شو، ما بعرف شو كان بده يحكي. first thing press to jump collect three and squeeze يعني الحلزون او ما بعرف شو هذا. snap pants man I may be an bubble held ما بعرف شو هي صراحة. وطبعا لازم تطلع لفوق، انا بدي احصل على هي الحلزونة. this quick will ما بعرف، ما نسيت، ما لحقت اني اراها. jumping alone is enough use your momentum ما بعرف شو هي. هلا طبعا هنا هيك بدهم يعلموك انه كيف بدك تتجاوز هاي هذا العدو، مثلا انك تتزحلط. هلا في عندك عدة طرق، بس بهي الحالة بدك اجباري تتزحلط. طبعا بدك تمشي وتركض. طبعا ما كنت عارفان ولا اي شي عن هاي اللعبة. طبعا هاي اسمها wall jump بالانجليزي. طبعا إذا بدك تتركها هون في anyway or away، وهي normal. away يعني بعيد، ونورمال يعني عادي. وبعدين يلا هي بتجمع النجمة انت، بعدين تطلع لفوق تساوي jump wall. وهي well I guess you can teach ما بعرف شو هي، ممكن هي بدها شغلة كبيرة. خلينا نرجع لورا ونحاول. بالله عليك ما زبطي. 6.5 hours late. بعد عدة محاولات طبعا يلا هيك والامور صارت زابطة خلاص. You have done this all general proud boy I am sure going to miss you silent ما بعرف شو هي. وبعدين خلاص يلا عندك عدة غرف، عندك هذا البيت تبع اللاعب اللي عم نلعب فيه. طبعا عندك ليفل سيلكت، وعندك فانسي اركيد يعني مفهوم شو معناته يعني لعبة اركيد. خلينا نلعب حي الله اللعبة.
في ناكتورة هاي مثل السباق، سباق وبيحسبوا لك قديش المدة. وهي طبعا بتعرفوا هاي اللي بتخليك ترفع مثل ترامبولين، وطبعا هاي مثل السلالم تساعدك مشان تمر. طبعا هاي الباتس يعني الخفافيش، وطبعا اندمجنا. يلا نزل بقى يا ابني ما حدا شافك. وطبعا تتزحلط مشان تخترق. هاي ترامبولين، ويلا طبعا بدك تتسلق. ما شاء الله عليه سريع الزلمة، سريع الزلمة ومثل النينجا يا زلمة، اسرع من سونيك بذاته. وهي الشيك بوينت طبعا، بس ما بعرف ما إلى أهمية الشيك بوينت، لأنه ما في لا حياة ولا موت. أو بلا في حياة وموت إذا تدمجت من قبل الخفافيش. شو هذا المطبخ طبعا useless بالإنجليزي طبعا، يعني عديم الفائدة. طبعا هون تطلع لفوق عند الأسطوح، بتلاقي غرفتين مغلقتين. collect 20 stars to unlock، يعني بدك تجمع 20 نجمة مشان تفتحوا هاي الغرفة. طبعا هذا البيت روم يعني غرفة النوم تبعتنا، هي تريننج دوم ما نعرف شو في جواتها، فخلينا نفوت. أو بالله يلا هاي باسكت بول يعني كرة السلة، ويلا بيشوت اللاعب، بيشوت ما شاء الله عليه بيعرف يشوت. وطبعا ما بعرف شو ترين، خلينا نشوف غرفة نفسها. بس يلا خلينا نخلصها بسرعة، طبعا ما بيهمني شو بيقول هن. يلا عالسريع طبعا عجل الفيديو بأسرع وقت. طبعا خلصنا، يلا خلينا نلعب الطابة بالأحرى باسكت بول. وبشوف ما شاء الله عليه لعيب الزلمة، وما شاء الله بيعرف هذا يقفز ما شاء الله عليه. وطبعا صارت حرب عالمية بعدين، وهي ثبتنا ما شاء الله عليه كنترول عنده عالمي. طبعا خلينا نرجع، خلينا نحن اصلا ما يجينا هاللعبة مشان هيك يعني بنشوفها، لا نحن يجينا مشان نلعبها نستكشف بهاللعبة. ليفل سيلكت، سيلكت يعني صنف او خوض او ما بعرف شو. عندك مدينة اسمها سكويف، كأنه حاسة فرنسي هاي اللعبة، في يعني مدينة بالفرنسي طبعا. سكويغل في طبعا يا جماعة هي تلفز فيل مو في، بس لانه لاني انا الله يهديني حمار بالفرنسي، فهي تلفز فيل. فيناك تقول يعني مدينة الحلزونات، ما بعرف شو معناتها، بس في هي اللغة بالفرنسي يعني مدينة. بس اول شي بدنا نجمع هدولي، حتى اذا كانت رايتي سيئة بالانجليزي، بس قصة اني انا ماني ملحق. وطبعا خلينا نقفز. شو هذا؟ يمكن هدول مثل السباق بدك تلحقهم هدول كلياتهم. ايوه 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 يا سلام. وبعد ما تخلص بتجمع هدول كلياتهم. اركض اركض ما شاء الله عليه شنو سريع الزلمة. Jump on the top of spiders، ما بعرف بس لي بسم الله. شو هذا؟ خلاص طنشنا، خلينا نطلع. الجماعة عم يتفرجوا بهم بدنا نقاطعهم، عندهم بيبي كمان. كمان خلينا نقفز مثل الجامب وول، وكمان نطلع ونطلع ونطلع. ولي من وين هيك بدي اجيب هاي النجمة؟ طبعا انا غبي لاني نزلت هيك. طبعا خلينا نرجع لبيتهم بس بسرعة، بدنا نمر لعند النهاية او بدنا نجمع كل شي فيها. طبعا جمعناهم كلياتهم، فخلينا نكمل. عم يقفز الزلمة. طبعا في عندك حشرتين او عنكبوتين بالاحرى مشان اكون دقيق. ايوه عندك طريقتين لقتلهم، يا انك تتزحلط يا انك تقفز عليهم، يعني مثل لعبة ماريو. وطبعا هدول السلالم،
هدول ما بعرف يمكن هيك عواميد. يلا بيطلع طبعا هو مثل السلم، ولين كيف بدي يجيب هاي النجمة؟ والله يبين صعبة. 2000 years later. بس نعم لعبة. يلا خلينا نجيبها. ويا سلام بعد عدة محاولات طبعا هي جبناها، واخيرا هي اول نجمة بنحصلها بهي اللعبة وبهي المرحلة. طبعا هدول الحلزونات، طبعا ما بعرف اذا هي معناتها بالانجليزي او الفرنسي اللي عم يقولوها تبع سكويل في، بس في يعني مدينة بالفرنسي. طبعا طبعا هذا زيت مشان يعوق الحركة، طبعا هذا حيط تقفز عليه. لا بدنا ننزل لتحت بدنا نكتشف مدينة. هي الحلزونة طبعا، طبعا بشوطة كأي لاعب، وهي اخرجها. كيف بدي يجيبون هدول صحيح؟ هدول اهميتهم هدول تبع البصمات الخضر، يمكن اهميتهم انك انه بيقوي دمك. فانسي بانس مان، اي ام هيلبينج ماي داد فايند ذا سيكريت اوف لايف، وانا هيلب. ما معي وقت انا اصلا لحتى اساعدك. طبعا هدول حشرتين خلينا نقتلهم اثنيناتهم، ويلا خلينا نرجع. اوه ايوه، ويلا يلا بقى يا ابني، يلا يلا اركض بسرعة. وطبعا خلينا نقتل او خلينا نقفز اول شي وننزل، وبعدين نقتل الحشرة الوسخة. طبعا طبعا خلينا نطلع لفوق، هذا ترامبوليك طبعا، وشو بيسموه هاي تبع اللي بتقوي الدم، بس انا حاجب الدم لانه هون المكان المناسب للتصوير ما بعرف وين بدي احط. طبعا هي آلة رعبتني، بدي انزل اقتلها. Why are you running? طبعا لوين رايح؟ لوين رايح؟ ايه لوين رايح؟ لوين رايح؟ لوين رايح؟ روح روح، يلا يلا خلينا نرجع خلينا نرجع، روح للمنطقة اللي نحن بنعتاد عليها طبعا. يلا خلينا نطلع خلينا نطلع خلينا ننزل عن هاي المنطقة طبعا. بعدين يلا بنرجع لمنطقتنا. What never slide up and sleepy wall before، يمكن قصدهم على هذا الزيت طبعا. خلينا نطلع لفوق طبعا، ما بعرف شو اهميتها هدول اللي تبع البيض تبع الحلزونات طبعا. طبعا يمكن خلصنا اللعبة هنا، بس ملينا يا زلمه، ملينا كتير نحنا. طبعا هو زلمه هون بالمنطقة اللي عم صور فيها، خلاص خلينا نطلع، ملينا يا زلمه، خلاص يا زلمه رجع باك باك مشان النبي، رجع رجع يلا. وكمان هي عم يعطوك شوية نصائح، ويلا خلينا نفوت على البيدروم تبعنا خلينا نكتشفها لانه ما اكتشفناها طبعا. طيب هذا التخ تبعنا، شوية علامة تعجب صحيح. هدول تبع الاحصائيات طبعا، تبع النجمة والحلزونات وستوري 3% والبقايا 0%. شو هدول صحيح؟ مثل فيناك تقول مثل اللوبي مشان تغير وعيك طبعا. ولي شو، يلا خلينا كمان، بس خلينا نرجع يا زلمة، ما في شي اصلا. خلينا هيك، شعراته كتير حلوين الزلمة. هدول البناطي طبعا او الشورتات، بس الازرق حلو والله. ما بدنا البنسل او القلم، خلينا السورد يعني السيف طبعا. خلينا ننام، يلا خلينا نطلع من هاللعبه، خليه يرتاح الزلمه، حرام عليه لعبناه كتير. خلينا نطلع بدل هاللعبه، ويلا يا جماعه خلصنا. بس يا جماعه مثل ما سوا فانسي بانس، خلينا ننام وخلص. السلام عليكم. طبعا لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا السلام، وتقروا الوصف كمان.